الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تقضى بها جميع الحوائج ويزال بها كل هم وهم. مساء الفل والجمال على حضراتكم جميعا. لو ما عملتش لايك اعمل، ولو ما اشتركتش لسه في القناة اشترك، ما فعلتش الجرس فعل الجرس. واضح ان اليو ديانج رجع لصوابه مؤخرا، هو وكيله، بتصريحات مهمة جدا قالها النهاردة، انه لن يقبل اي عروض هجيله من بره الفترة ديت. هو مركز مع النادي الاهلي، هدفه الاحتراف الخارجي في اوروبا، وبالتالي هو قفل خلاص الملف دوت لنهاية هذا الموسم. واضح ان الكابتن سيد عبد الحفيظ خد اللعيبة اللي الوكلاء بتوعهم سخنانين شوية وظبطهم، واضحة زي الشمس. قفشة بيطلع يصرح، وبعد كده هو شريف بيطلع يصرح، كلهم تصريحات واحدة، احنا مفيش عقود، مفيش عروض احتراف، احنا مكملين عقودنا مع النادي الاهلي، احنا مركزين في اللي جاي، اهم حاجة ان الموسم يكمل على خير. ايوه انا في بث مباشر، ايوه يا فندم للي بيسألني، انا في بث مباشر الان. فواضح كده ان في جلسات منفصلة طبعا لم يتم الاعلان عنها، انما تواتر الاحداث كده كل يوم لعيب يطلع بنفس التصريح ده يقول لك على طول على ان سيد عبد الحفيظ ظبط الدنيا، هوجة الوكلاء قفلها، هوجة العروض الخارجية الشفوية وفي بعضها وهمية قفلها، اطلع صرح بواحد اتنين تلاتة محلي واجنبي، وده اللي بيحصل دلوقتي. نشوف قال ايه نصا. قال انا برفض مناقشة اي عروض خليجية لرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل، برى انه من الافضل البقاء في النادي الاهلي عن اللعب في الخليج لرغبتي في الاحتراف الاوروبي في حالة ان انا مشيت من النادي الاهلي والتركيزي مع الفريق في هذه المرحلة الحازمة. ده مين؟ ده اليو ديانج، نفس الكلمتين بتوع افشان. ده مين؟ اتخذ قرار خلاص نهائي باستمرار علي معلول وديانج وبواليا في تونس بعد ما تخلص الارتباطات بتاعت المنتخبات بتاعتهم، وهينضموا على طول الفرقة. فيش داعي يعني نتعب الناس ونجيبهم لمصر وبعد كده هو نرجعهم تاني، خلاص هم قاعدين هناك في تونس، بعد ما الفترة دي تخلص النادي الاهلي هو اللي هيروح كده كده، رايح يلعب الترجي ان شاء الله يوم 19، هيسافر قبلها بشوية. الوحيد اللي هيخلص ويرجع في خلال 48 ساعة بدر بنون، هو الوحيد اللي هيخلص منتخب بلده ويجي على مصر الاول، ينضم مع فرقة النادي الاهلي وبعد كده يسافر معاهم على ايه؟ يسافر معاهم على تونس. تمام. النادي الاهلي بيستأنف النهاردة التدريبات بتاعته استعدادا لمواجهة الترجي في نصف نهائي دوري الابطال. المحكمة الرياضية الدولية بترفض الاستئناف اللي كان تم تقديمه من سليماني كوليبالي اللاعب الهارب طبعا من النادي الاهلي ومن نادي النجم الساحلي، قبل كده كان اتحكم للنادي الاهلي بغرامة تقدر بمليون و400 ألف دولار. فالمحكمة الرياضية الدولية بترفض الاستئناف المقدم من الاثنين من الطرفين سواء النادي او اللاعب، وبيقروا العقوبة اللي بتقدر بمليون و400 ألف دولار بلس زائد 15% غرامات اعتبارا من اكتوبر 2019، والزام نادي النجم الساحلي بدفع الاتعاب بتاعه التقاضي. وعلى فكرة اتعاب التقاضي بتبقى رقم، يعني خلي بالكم من النقطة دي، يعني اتعاب التقاضي في الحالات اللي زي كده بيبقى ايه؟ رقم، ما بيبقاش
ما بيبقاش حاجة كده يعني ضعيفة وخلاص زي أتعاب المحاملة، بتبقى أقوى طبعا. ده انتصار بينتصره فيفا والمحكمة الرياضية الدولية للنادي الأهلي ولإدارة النادي الأهلي في المعركة بتاعتهم طبعا اللي كانت ضد لعيب هارب. وعلى فكرة يمكن قريت بوست كده شد انتباهي جدا وانا بقلب كده في فيسبوك، لقيت يعني مكتوب ان مفيش ولا لعيب مشي من النادي الاهلي علشان ما خدش مستحقاته الماليه، ودي حاجه في منتهى الاهميه لازم الناس تبقى عارفه ان ديت من ضمن الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرم بيها الـ الاهلي. يعني كنا دايما بنتساءل كده ليه دايما النادي الاهلي بيكسب في البلاس 90 وليه بيعمل بطولات في هذا التوقيت وليه وليه وليه؟ ما كان من ضمن الاسباب حقوق الناس، من ضمن الاسباب حقوق الناس. برضو اول امبارح او امبارح في نفس الاتجاه ده برضو السيد المحترم كابتن بكري سليم في نادي المصري للمقاصه المدير التنفيذي وعضو مجلس الاداره في المصري للمقاصه كان طلع قال برضو انه كان في فلوس للنادي الاهلي من صفقه احدى الصفقات ما بين المقاصه والنادي الاهلي، وهم يعني الناس ما كانوا ناسينها، كانت اعاده بيع. هو النادي الاهلي اللي اتصل بالمقاصه وقال لهم تعالوا خدوا، اعتقد احمد الشيخ تقريبا على ما اتذكر يعني، قال لهم تعالوا خدوا فلوسكم، انتوا ليكوا فلوس عندنا فيما يخص صفقه محمود وحيد، او يا محمود وحيد اه تقريبا محمود وحيد او الشيخ حاجه كده يعني. فقال لك احنا نفسنا يعني كنا مستغربين ان الناس هي اللي بتتصل بينا بيقولوا لنا انتوا ليكوا عندنا فلوس وانتوا شكلكوا ناسينا تعالوا خدوها. فاعطاء الحقوق للناس، وعلى فكره ما تستغربوش من الكلام اللي انا بقوله ده، الكلام ده في الكوره، اعطاء حقوق الناس ده من العوامل المهمه جدا لكرم ربنا سبحانه وتعالى ولتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. حسين محمد بيقول لي 5 مليون جنيه، ده كلام محترم جدا. في معركه دلوقتي لذيذة جدا ما بين إدارة الأهلي وإدارة الترجي. المعركة دي في قصة الجمهور، في قصة الجمهور. طبعا الفرقتين، المنظومة الإعلامية هنا والمنظومة الإعلامية هنا، أو المكتب الإعلامي والمكتب الإعلامي، سميها زي ما أنت عاوز تسميها، طبعا دبت النملة في أي حاجة تخص رياضة وأي حاجة تخص المباراة والفرقة بيعرفوها وبيبقوا قاصدينها في الإعلام يعني. يعني تلاقي النادي الأهلي متابع كل الإعلام هناك في تونس اللي بيختص بموضوع مباراة الترجي والأهلي، والعكس صحيح. فطبعا الدنيا هناك الجماعة بتوع الترجي عاوزين يحضروا 12,000 مشجع في استاد رادس اللي اعتقد بيسعى ل60,000 ولا حاجه، بيقول لك خلاص يعني فاضل على الحلو 3 دقات، ماتشين الاهلي وماتش الفاينل في حاله طبعا انه يعدي وياخدوا البطوله. فازاي انا بقى اتحرم من الماتش الوحيد، لان كمان الماتش الفاينل لو الاهلي او الترجي اي حد فيهم هيكسب هيلعب النهائي في المغرب، ماتش واحد بس ماشي. ف بيقول لك يعني هو ده الماتش الوحيد اللي خلاص هيبقى نستفيد بميزه الملعب، نستفيد بميزه الجمهور، ونقدر ان احنا نبقى يعني ادفانتج او ناخد ادفانتج على الاهلي بوجود مشجعين بتوعنا اللي هم 12,000 او 10,000 سميها زي ما تسميها مش هتفرق، وهناخد الاجراءات الاحترازيه وهنعمل وهنسوي و و و و ماشي. ده الكلام في تونس يعني، الضغوط في تونس هي كده. يرد النادي الاهلي هنا بقى في ايه؟ مالهمش دعوه خالص بالموضوع ولا اكنهم سمعوا حاجه. بصوا الشغل، بصوا الشغل، ها؟ ولا اكنهم سمعوا حاجه. يعني الاهلي هنا ودن من طين ودن، ولا داخلين في خناقه ولا ايه يا عم؟ ولا الاتحاد الافريقي مش عارف ايه، ولا بعتوا خطاب اعتراض ولا الهوى.
قاعدين بيتفرجوا وشغالين هم كمان هنا تصريحات، شغالين هم كمان هنا ايه تصريحات. بص بقى على احد المواقع الكبيره، يعني التصريح ده خد منه كتير اللي انا هقوله ده. مصدر بالاهلي: ندرس موقف حضور الجماهير لمباراه الاياب امام الترجي. هو بيتكلم ايه؟ ان انا بدرس ان انا احضر الجمهور بتاعي في ماتش الاياب قدام الترجي، بيدرس. وانا لسه عايز اخاطب الامن وخاطب الجهات وعاوز اخد الموافقات كلها كلها، انما الكلام ده في حال ايه؟ ان اتسمح بحضور جماهير في مباراه الذهاب. يعني ضغط غير مباشر على الاتحاد الافريقي وعلى اللجنه المنظمه وعلى مراقب المباراه ان مفيش مخلوق هيحضر مباراه الترجي فوق العدد المسموح به من الاتحاد الافريقي، انطلاقا من ان المباراه ديت بدون جمهور. شوفوا الشغل، شوفوا الشغل.